مرحبا بكم على قناة لطيف يحيى في اليوتيوب. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق. أخواني وأخواتي متابعين قناتنا على اليوتيوب، أحييكم أينما تكونوا وأينما تحلوا. في البداية أحب أنبه الأخوة والأخوات المشاهدين، لما نتكلم عن شخص أو أي حدث بالعراق حاليا أو سابقا، ما نتحدث باستهداف شخص معين، نتكلم عن سياسة هذا الشخص. ما عندي عداء بين أي شخص من أي دين أو أي قومية، ما عندي عداء حتى مع أعدائي واللي يشتموني واللي يغلطون علي، ما عندي أي عداء معهم. عمري وحياتي ما حقدت على بشر أو على دين أو على قومية، ولكن دائما أحاول بشتى الطرق أكون محايد، وميزاني يكون الحدث والشخص اللي أمامي والمحتوى اللي يقدمه أو يقدمه من وثائق أو فيديوهات أو شغلات ثانية. اليوم أريد أتكلم عن أشخاص، يعني احنا تكلمنا سابقا ونزلنا كثير من الامثال في القصص والحكايات على قناتنا هذه. هذه القصص والحكايات ما اجتني من فراغ، هذه اجتني من خبرة الحياة للناس اللي عاشوا في السابق وحولوها للاجيال اللي بعدهم، والاجيال اللي بعدهم حولتها لنا، واحنا بنحاول بشتى الطرق نحولها للأجيال اللي موجودة حاليا وراح يكونون عندهم أجيال يعيشون بعدهم. مثل ما قلت، ما استقصد أي شخص مهما كان مركزه، مهما كان شأنه، مهما كان دينه، قوميته، مذهبه. المصيبة عندنا في العراق، هذه الكوارث اللي تشوفوها ترى مو كوارث جديدة على العراق من 2003 لحد اليوم. صحيح اكو كوارث مشينا معاها وتأقلمنا معاها وتعاملنا معاها، بس اكو كوارث ما نقدر نتغاضى عنها او نسكت او نقول ما لنا شغل، او نقول مثل باقي الناس شلي شغلة آكل ووسوس. هذا المثل آكل ووسوس ما اجى من فراغ، اجى من الناس اللي يحبون أنفسهم، اللي ما يهم منو جاره، منو صديقه، أخوه، منو زميله بالدراسة، المهم يشبع معدته، يترس جيبه، يصعد سيارة، عنده بيت، عنده صديقة، عنده زوجة، عنده كذا، وطز بالعالم كلها اللي داير مدايرها. وللأسف هذا حال العراق مو من 2003، من الله خلق العراق لليوم. يطلعوا لي هسه راح يقول لك انت تكفر وانت كذا وانت تسب الأئمة وانت تسب ما اعرف من هو والمعممين وكذا. انا ما اسب، انا انتقد حالة، انتقد وضعية، انتقد هذول الناس اللي تاجروا باسمك وباسمي وبرب العالمين وبآل البيت وبمحمد وبكذا وكذا وكذا، وبنوا قصور وبنوا ثروات وبنوا أسامي وأصبحوا خطوط حمر وأصبحوا تجار رأس وأصبحوا من لا شيء أصبحوا شيء بسبب تأليه هذول العبيد والخراف المستفادة اللي داير مداير. أرجع للموضوع الرئيسي اليوم، كثير من الأخوة والأخوات كتبوا لي أبو عمر
أنت عشت في الزمن السابق وتعرف فلان وتعرف علان وكل هذا اللي حكيناه سابقا، بس أكو أمور كثيرة ما حكت بسبب الخجل، بسبب الوضعية، بسبب يعني الناس اللي تكلموا معانا أبو عمر، يعني الخاطبنا لا تتكلم على فلان، لا تحكي على فلان. أنا قررت أكسر هذا القيد، أكسر قيد اللي هذا عيب، واللي هذا الخاطر فلان عشيرة، والخاطر فلان رئيس، وفلان غفير، وفلان. أريد أكسر هذه القاعدة. ليش؟ ما طول أنا عندي هدف، والهدف اللي هو لطيف يحيى ماشي عليه من أيام معارضتي للنظام، يعني مو اليوم. عندي هدف هو أشوف بلدي بأحسن حال. كثير راح يقول لك أنت قاعد تتفلسف، وأنت قاعد تنظر، وحالنا الوضعية ما تساعد على هذا الشيء. طيب إذا أنا ما حكيت وحضرتك أو حضرتك ما حكيتي، وغيري سكت وهذا سكت وذاك سكت، كيف راح نطلع جيل واعي؟ كيف راح ننصح ونعلم الناس اللي زرعت الجهل في داخلهم وبدوا يمشون في طريق تايه لا إلى رأس ولا إلى أساس؟ إذا أنت سكتت وأنا سكتت وخلينا هذول الناس يمشون على هواهم في تجهيل المجتمع، في قتل الناس، في صياغة حياة وعيشة جديدة في هذا البلد اللي للأسف احنا نسميه البلد العريق، أهل الحضارة وأهل العلم، اتضح بأنه العيب ليس في البلد، العيب في الشعب. لا يطلع لأحد ويقول لي أنت واحد من هذا الشعب. نعم أنا واحد من هذا الشعب، وأنا مو شخص أقول لك نبي ولا أبد، أنا هم من رأس الأساسي أخطاء، بس دائما أقول وأعيد كلامي، رحم الله من علمني أخطائي. قل لي أخطائي. كل إنسان في العالم في هذه الحياة يشوف نفسه هو صحيح. للمصيبة الأكبر الداير مداير هذا الشخص اللي يكون مثلا ثري، عنده منصب، عنده كذا، لأن هو يشوف نفسه صحيح. وعدنا باللهجة العراقية اللوقية أو المتملقين، يصبقوله، يمشوه على غلطه، على أخطائه، أي صح صح. فهذا يصير عنده جنون عظمة، ويصير عنده أمور يقوم يمشي عليها ويقول أنا صح بكل شيء، أنا نبي. ولهذا ما حد وقف بوجه الطغاة، ما حد وقف بوجه المسؤولين وقال لهم تعال أنت غلطان، 1 2 3. أنا أقعد أتكلم على ما يسمى بالمراجع ورجال الدين وكذا، ويطلعوا لي خط أحمر وأحنا ما نعبدهم، وأنت عبد صدام. أنا مو عبد صدام، أنا أحترم الرجل، أنا عندي مواقف حلوة هذا الرجل معايا. أنا هذا الرجل حكم العراق لأن عرف شون طريقة حكم العراق، استخدم طريقة الحجاج، وهسه يطلعون على الله على الحجاج وفلان عمر وعلي. عوفوا عمر وعوفوا علي، ذول قاعدين بالجنة وانت قاعد بالنار، لا مي لا كهرباء لا خدمات. يقول لي انت تمدح صدام وتمدح كذا، انا ما امدح صدام، ولا انا ذيل لصدام، ولا عمري كنت ذيل لأي واحد إلا بلدي. أفتخر أكون ذيل لبلدي، ما عندي غير شيء. شخص مثل لطيف يحيى دخلت 30 برا، يعني أكثر من حتى نص عمري، قاعد الله مفضل علي، عندي اللي أريده. ش عندي أنا مثلا أتكلم معاكم، أتكلم مع الجيل الجديد، مع شبابنا، ش عندي أنا مثلا أقعد أربي أولادي، أطلع أتونس، أتعشى باريس، أتغدى بلندن، وأروح هنا وجه هنا، وش لي شغلة بالعراق بعد؟ البلد اللي ما أملك بيه شبر هسه. بس أرجع وأقول هذا بلدي،
30 سنة بهذه الغربة ما تأقلمت معاهم. عندي كل شيء، أملك كل شيء، بس ما تأقلمت. لا هم أطباعنا ولا هم أخلاقنا ولا هم ديننا، ولو أنا مو متدين وقلتها ويسيطلعون التكافر وما تصلي شبعنا. ريت ندخل هسه بالموضوع اللي احنا سوينا هذه المقدمة عنه. كثير من الأمور قبل فترة من صارت حلقات رغد صدام حسين في قناة العربية، طلعت حشيت، يعني أنا إنسان حر أنتقد، أقول اللي أريده، أشوف الأخطاء اللي مثلا هذول الناس اللي يسووها. أنا مو مصلح، بس دا أقول حسب اعتقادي بأنه هذه الأمور أخطاء، عسى ولعل توصل لهذا الشخص ويتجنب هذه الأخطاء ويبعد المنافقين والمتملقين اللي داير مدايرة، اللي وصلوه إلى مرحلة جنون العظمة. تكلمنا عن رغد، طلعوا لهذه تاج راسك ولا تتكلم عليها، والخاطر الرئيس والخاطر كذا. يابا إذا احنا مشينا وقلنا ممنوع أحد يتكلم على رغد أو بيتها حرير، لأن هذه حفيدة صدام حسين وهذه بيت صدام حسين، طيب شنو فرقنا راح يكون عن طليان مقتدى الصدر أو طليان المرجعية أو كل الطليان اللي عندنا اللي تسحف وتمشي وراء إيران، وراء العمائم، وراء الشيوخ، وراء العقول؟ رب العالمين خلق الصالح والطالح. رب العالمين حتى الأنبياء أبنائهم كانوا فاسدين، ما نقدر ننكر هذا تاريخ وهذا دين، حتى بالدين مكتوب، يعني أبناء أنبياء زوجات أنبياء كانوا فاسدين. طيب من أني أشوف رغد صدام حسين المتبجحة، وأنا بنت صدام حسين وأنا كذا وصفحات وكذا، اتصلوا وقالوا لي أبو عمر الخاطرنا وكذا وكذا. يابا أنا ما حكي شيء وما قلت شيء، أنا دا أنتقد الوضعية اللي طلعت بيها، نفخ وشفايف وكذا، وأنا قلتها وأكررها. أقسم برب العالمين لو صدام حسين عايش في هذا الوقت لكان قطعها هي وجهالها بناتها ما أدري شنو. المصيبة رغد صدام لحد اليوم ما تعلمت الدرس، إن كان عمدا أو كان سهوا أو تغاضي، يعني واحدة من هذه لازم تعرفها، بأنه هذه الأمور اللي قاعد تمشي داير مدايرها، رغم أنا أعرف الاستفادة اللي مستفادتها هي من كل هذه العملية اللي دا تصير. أصدقاء، أو أنا خلي أكون معاكم مثل ما قلتها، نحشيها طق بطق، قواويت ودلالي النساء اللي كانوا دائر مداير عدي صدام اللي تعرفون اللي سواه معايا ومع عائلتي وكذا. وقبل ما أستطرق حتى نشوفكم الناس اللي قاعد يغردون، ولطيف كذاب ولطيف كذا ولطيف ما أعرف شنو، ناس زعاطيت، حتى أولادي أكبر منهم، ناس حتى مو عراقيين، واحد سعودي واحد كويتي، مع احترامي للشعوب، بس الريد يعني اللي ياخذ معلوماته ويتصور بأنه في القرآن ومختوم، يعني واحد مثل صبوح الحمداني هذا المفوض اللي كان رفيق حزبي، وبعدين صدام حسين سوى الرفاق ضباط وصار هذا اللي ما بقى واحد بس باقي يقول ألوان الملابس الداخلية مال معدعي، ما بقى شيء، كل شيء يعرف. هذا واحد تكلمنا عنه وتكلمنا هو، يعني واحد يجي مثل هذا النزق تأخذ معلوماته منه لأن تكره لطيف، فمو مشكلة أي شخص
حكي على لطيف يصير عندي هو هذا المستمسك. روح 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 شوفه، روح قول له. الكره والحقد على لطيف وداعتكم يطب يسرى ويطلع يمنى. ولو انا الكلام اللي انتوا تلفقوه وتسوون القصص عنه كان صحيح لكان من زمان طفيت وقعدت مثل ما يقولون اخفي نفسي، مثل ما جماعة عدي خفوا نفسهم وجماعة قصي خفوا نفسهم، وحتى الناس اللي كانوا داير مداير صدام خفوا نفسهم لان يعرفون هم على غلط. تحديت وقلت اللي عنده وثيقة على لطيف يحيى جيبه عمي انا اعرض لكم يا اذا ما تعرضوه. وساوموني، منو ساومني؟ جماعة عدي اللي انا اعرفهم معرفة شخصية وانا اعرف اعمالهم الدنيئة في العراق. اللي كان يمشي بالسيارة ورا عدي ويطوب الى بيته وينزل المشروب العدي ويخليه ويا مرته، وعدي يقول له روح انت اليوم خفر باللجنة الاولمبية. اتصور هو دي تابعني ويعرفني وكتب لي رسائل وقال لي كافي. لا هذه حقيقة، اللي ما يعرفها خلي يعرفها. رغد لمت أو راحوا الناس اللي كانوا داير مداير عدي باسم حزب البعث وباسم العراق وباسم صدام وباسم كذا، دخلوا لها بهذه الطريقة. من هم اللي حشاكم قودة ومقشع على راسهم؟ العدي. وانتهكوا أعراض العراقيات وعذبوا ناس وضربوا ناس وأذوا ناس، واحد من عدهم اللي دي يتحدث معاكم. بعد الاحتلال صاروا أنبياء، واحد من عدهم قاعد بالأردن هسه أقسم برب العالمين أنا قريت الإفادة مالته مع ضابط التحقيق في الإميجريشن، أقسم برب العالمين وحياة أطفالي قال له المهنة، قال لك أنت قود العدي والناس يعرفوني بالعراق إذا أرجع أموت. أقسم برب العالمين حصل على اللجوء السياسي واخذ الجنسية، وأول يوم أخذ الجنسية طفر للأردن. هسه أتصور هذا واحد من حشاكم قواويد عدي راح للأردن وتخشخش مثل لسان عنده وحلاوة وما أدري شنو، على من تعرف على العصابة الجديدة بالعراق. وهسه مستشار آراس حبيب، آراس حبيب اللي هو الكلب المطيع للمقبور أحمد الشلبي، واللي هو أمريكا حطت عليه بقائمة الإرهاب و صادرت ممتلكاته في الخارج، مع العلم هو يحمل الجنسية الأمريكية. وانتو شفتوه هسه موجود بالعراق وصاحب قناة آسيا وكل هذه القنوات، وهو مبيض الأموال لحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني. وهذا الشخص اللي كان يجيب بنات العدي هسه هو مستشاره. والشخص الثاني اللي وزارة الداخلية جابته وعينته مستشار في وزارة الداخلية، وهو مختصب سارق قاتل. والثالث اجى صار سكرتير رغد صدام حسين، مع العلم هذا الشخص سرق عدي في وقتها وانا كنت في العراق، سرق ساعتين رولكس كان يتصور عدي ما راح يحس بيهن. ورا ما سرقهن عدي عرف، جابه طبعا الطال مقسوم، رجعوا له ساعات الرولكس، صادر امواله، حتى سيارته اخذها قال له تروح مشي وتجي مشي بعد، وحلق شعره وكل هذه الامور اللي سواها. هسه هذا الشخص يملك شركتين نفط، واحده بدبي واحده بالاردن. والمصيبه الاكبر مع زوج حرير بترغد ديفتحون شركة نفط ثانية في روسيا. اتصوروا شوفوا، ده احشيلكم انتم، مو ده احشيلكم بمليون وعشرة مليون، ده احشيلكم مئات الملايين. السيارات اللي تجي الجكسارات المصفحة والسيارات الجي امسي الامريكية المصفحة اللي تروح
إلى الميليشيات وقادة الميليشيات، تعبر عن طريق هذه الشركة اللي يملكها هذا الشخص بالتعاون مع زوج حرير. حرير أنت تعرفوها، حفيدة صدام حسين، هذه الزعطوطة اللي كتبت كتاب ما أعرف شلون كل هذه الذكريات وهي عمرها سنتين، وقالوا لي هذه تاج راسك ولا تفتح حلقك وتجي وتقول راح أقاضيك. يا بتعالي قاضي، تعالي قاضي، يعني ما عندي أي مشكلة، حاولوا الغيرش قبلك، رجال مشاربين وانداسوا. أي قبل كم يوم شفت صور مع هذا الممثل المصري بدعوة من حفيدة صدام حسين. شوفوا أنتوا هذه العبارات، استخدام حفيدة صدام حسين، ابنة صدام حسين، بهذه التجارة ماشية. يعني أنت ابنة صدام حسين، ابنة صدام حسين، كل مقابلاتك أنت تعرفين عدي اللي سواه بيه، بهذني يعني وقتل والدي وكل هذا حشيتك سابقا. هسه من واحد يقول لي عدي، يقول الله يرحمه، ليش؟ لأن ما طول قاتل الأمريكان واستشهد، أقول الله يرحمه وعفى الله عما سلف، هذه طبيعتي. بس أنت أخته وهو أخوك الكبير، بكل مقابلاتك ما في يوم شفتك من ذكره اسم عدي أو قصي أو صدام أبوك قلتي الله يرحمهم، أبد نهائيا. بس من يذكرون الخائن حسين كامل الله يرحمه، وسويته حسين كامل أحد الصحابة بالكتاب مال حرير بنتج، صار أحد الصحابة، يعني ما باقي. بس شون جماعة مقتدى الطلي هذا مسوين مقتدى مثل ما قالت مها الدوري، حفيد الحسين وحفيد العباس وهمزين، ما قالت هو الرسول، بس الرسول سرق الخلافة من عنده. هذه مصيبتنا بالعراق، هذه مصيبتنا اللي دنعيش بيها بالعراق. في الزمن السابق، في زمن الجاهلية، من انخلق العراق لليوم عندنا تأليه البشر وعبادة البشر وترك الخالق، ويقول لك هذا تاج راسك. ماكو تاج راس، تاج الراس يموت والخط الأحمر يموت والكل شي يموت، بس يبقى العراق عراق عايش إلى يوم تبعثون. لا تصير ذيل، لا تعبد بشر، حكم عقلك، ما حد قايل لك اترك دينك ولا أحد قايل لك اترك مذهبك، اؤمن باللي أنت تحبه وتشوفه صحيح، بس لا تأثر على غيرك، ولا تحاول تروج حتى لو كان دين أو مذهب أو حزب، احتفظ بين نفسك، لا تصير ذيل وتطبل وترني لكل هب ودب، وبعدين أنت عايش بصريفة أو بيت تنك وما عندك سقف فوق راسك. بس المهم والله السيد عايش والشيخ عايش وفلان عايش، وانت حال الضيم حالك، وكل ما رادوك شلت بندقيتك ورحت تحارب، ومن تستشهد يساومون مرتك ويساومون بناتك، وانت تعرف شو يصير بيك. انتخابات جاية، ما وصيكم هم روحوا انتخبوا وقعدوا نفس الحظيرة الحيوانات اللي حكمت العراق من 2003 لليوم، جيبوها حطوها قادة فوق روسكم وتيجان وخطوط حمر. فلا في وقت صدام العراق ارتاح، مع احترامي للرئيس، ولا في وقت عبد الكريم قاسم، ولا أبد، ولا ولا أبد، من الله خلق العراق هذا. إذا ما تغير نفسك يا العراقي، لا لطيف يحيى يفيدك، ولا حتى نبي إذا طلع يفيدك. إذا ما تغير نفسك، وضعك ما راح يتغير، بلدك ما راح يتغير، وراح تبقى تندب حظك، وأما تحصل لجوء أو ما تحصل لجوء، لو تبقى مهجر داخل بلدك ويجيك واحد
معمم أو معقل أو أفندي أو شروال يتأمر على راسك لأن هذا خط أحمر. آسف علي طالع. ونهديكم بالأخير هذه أبيات الشعر اللي راح تشوفوها على الشاشة، عسى ولعل تهز شعره أو تحرك شعره من اللي راح يقراها ومعناها. تحياتي للجميع ونشوفكم على خير. We'll be right back.
you.